يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن أهلنا في فلسطين، اللهم آمنا من الخوف كما أنعمت على أهل مكة فذكرت ذلك في كتابك، فقلت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم آمن المستضعفين، اللهم احفظ البلاد، اللهم احقن الدماء يا رب العالمين، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله وإياكم بهذا الكتاب المبارك الذي نحن في المجالس الأخيرة منه إن شاء الله تعالى، لعل هذا المجلس يتبعه فقط مجلسين إن شاء الله ثم يكون قد ختمنا كتاب. وما زلنا في كتاب السيرة النبوية، وغالبا يذكر الكاتب في هذا الكتاب مجموعة الأحاديث التي فيها شيء من السرد التاريخي. طبعا بلا أدنى شك أن في هذه الأحاديث والروايات الكثير من الفوائد، لكن أغلبها ذكر لبعض الأمور التاريخية المتعلقة بالسيرة التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يكون على اطلاع فيها. وصلنا إلى باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: باب إسلام عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنهما قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. اللهم عز الإسلام بأحد العمرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وفعلا كان إسلام عمر الحبة في الله عزة للإسلام والمسلمين. ومعلوم أن الدعوة في مكة المكرمة مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى هي المرحلة السرية، والمرحلة الثانية هي المرحلة الجهرية. من أعظم أسباب انتقال الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية هي إسلام رجلان: الأول حمزة رضي الله عنه، والثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مع أن الناس كانوا يعني يرون أن إسلام عمر صعب وأن إسلام عمر شبه مستحيل، لكن الإيمان إذا لامس قلب أحد من الناس فيغيره مهما كان. نعم. قال: باب وفاة أبي طالب. عن سعيد المسيب رضي الله عنه عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر دعوته ومحب ابن أخيه، والذي وقف معه في كثير من المواضع لكنه لم يسلم.
عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مرارا لكنه لم يرضى بالإسلام. لذلك عندما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك لو أنك كافر سأدعو لك. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الأمر من الله تعالى أنه لا يجوز أن تستغفر للمشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا حكم شرعي يتعلق بالدعاء لكل من مات من غير المسلمين. فلا يصح إذا ذهبت لتزور نصراني توفي أبوه أو أمه أو أي أحد من أقاربيه أن تقول له الله يرحمه. فلا يجوز الترحم ولا الاستغفار لمن مات على غير الإسلام. نعم. باب الذهاب إلى الطائف. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ذكر الشيخ للأحاديث بهذه الكيفية هذا يدل على التسلسل التاريخي، يعني كأن الشيخ يريدنا أن يعني نتصور السيرة بالتسلسل التاريخي. فبين البعثة، ثم بين إسلام الصحابة، ثم بين وفاة العم، ثم بين الهجرة إلى الطائف بعدما يأس من أهل مكة، وماذا رد عليه أهل الطائف، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف، والدم يجري على بدنه وهو يرى الدم صلى الله عليه وسلم، ويقول له جبريل: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، لكنه يقول: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وأنا أكرمني الله تعالى بزيارة الطائف مرة، كنت في رحلة العمرة، فأخذني أحد الإخوة بسيارته وذهبنا إلى الطائف، فزرناهم وجلسنا معهم وقلنا لهم: يعني أنتم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكم لما كان على وجه أرض الطائف أحد من الناس الآن. فهم أكرمونا جزاهم الله خير واستقبلونا، وكان ذلك يعني دائما يقولوا هذا، يعني نرد به على عدم إكرامنا لرسول الله وعدم استقبالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يأتينا الآن من الضيوف نزيد في إكرامه ونقول: يا ربي اغفر لأبائنا وأجدادنا الذين لم يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإسراء والمعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: شيخ اقرأ صح كده، اقرأ. هذه الآيات يا إخواني يبين فيها الشيخ رحمه الله وحفظه الله يبين فيها التأصيل الشرعي لمسألة الإسراء والمعراج، لأن البعض من المشككين يريد أن يشكك بمشروعية أو بصحة قصة الإسراء والمعراج. فجزاه الله خيرا أورد السورتين التي ذكرت فيها قصة الإسراء والمعراج. السورة الأولى قصة سورة الإسراء، والسورة الثانية سورة النجم. فبسورة الإسراء وسورة النجم ذكرت قصة الإسراء والمعراج، ثم معنا بعد ذلك الحديث. نعم. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم. شو الحطيم؟ لا مش الغار. الحطيم هو الحجر، الحجر ويسمى بحجر إسماعيل من رحمكم العمرة شاف الكعبة. حجر إسماعيل هذه الكعبة في بعدها نص دائرة، هذا اسمه حجر إسماعيل. ليش سمي بحجر إسماعيل؟ المكان الذي ولد فيه إسماعيل عليه السلام، وهذا المكان كان داخل ضمن الكعبة، عشان هيك اللي بده يطوف يطوف من وراه ما بيدخل بقلبه. فأصل الكعبة كان كبير، لكن عندما هدمت مرة بسبب السيل فبناها أهل مكة بحجم أصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف على قومك من بعدي أن يتجرأوا على الكعبة لهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء كان مضطجعا في الحطيم، يعني في الحجر. نعم. بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال ما ثغرة نحره من ثغرة نحره إلى شعرته. المكان الذي شق فيه صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصدغ، هذا الصدغ يعني إذا بدك أول عظمة في الصدر إلى آخر الصدر إلى فوق السرة، هذا المكان شق فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأخرج منه القلب وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بطست فيه ماء من الجنة، وقالوا أنه غسل من حظ إبليس ومن نصيب إبليس. نعم. قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست يعني جات ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه مرتان، مرة الأولى متى؟ عندما كان عند حليمة، والمرة الثانية قبل حدثة الإسراء والمعراج. نعم. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البارق هو البراق يا أبا حمزة. الجارود هو أحد التابعين يتحدث مع أنس أحد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق. يعني أين يصل طرفه؟ هذا المكان يضع فيه الحافر، دعسته يعني، وكلما نظر كلما وضع حافرة. كم يقطع من مسافات؟ نعم. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل. طبعا هذه الرواية هي رواية من عدة روايات، ويوجد روايات كثيرة أخرى بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يعرج به إلى السماء أسري به إلى المسجد الأقصى، وربط الدابة هناك بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء دوابهم، ثم جمعه الله بالأنبياء وصلى بهم إماما، ثم من هناك عرج به إلى السماوات وبدأ برحلة جميلة اسمعوها الآن من سماء إلى سماء، ذكرناها الخطبة مش الماضي اللي قبله. نعم. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيهم آدم فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى ثم صعد به الابن الصالح لأنه يعتبر آدم عليه السلام وهو البشر فقال له الابن ثم قال له النبي.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذ يحيى وإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. طبعا يعني يقول العلماء كل نبي من الأنبياء التقى به نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات، هذا يدل على حكمة يريدها الله، لأن الأنبياء والرسل كثر، لما التقى فقط بآدم وعيسى ويحيى؟ لما التقى بهم فقط؟ هنالك حكمة يريدها الله جل جلاله. وعيسى كان ابن خالة يحيى، ويحيى كان ابن خالة عيسى عليهما السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، فقال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد، يعني يحيى وعيسى عليهما السلام دليل على التضحية وكيد اليهود الذين ذبحوا يحيى وحاولوا صلب عيسى عليه السلام. أما يوسف عليه السلام ففيه عدة دروس. الدرس الأول مكر الأقربين وقد يكون من الإخوة وحسدهم، والمكر الثاني هو فتنة المنصب وفتنة الجاه وفتنة السجن وفتنة النساء، هذا كله مجموع في يوسف عليه السلام. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إدريس عليه السلام وصفه الله تعالى في القرآن فقال صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. بس هذه الصفة التي نعلمها عن إدريس عليه السلام، وبين الله تعالى أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. نعم. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هارون عليه السلام الحكمة من وروده ما هي؟ طاعة الأمير الاجتماعية الجماعة. أحسنت. لا يمكن للدين أن يقوم بدون عمل جماعي، فهارون عليه السلام طلب، وموسى عليه السلام طلب أن يكون له وزيرا من أهله، فقال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، فقال الله تعالى له سنشد عضدك بأخيك. فلذلك لا يمكن لك أن تجتهد لدين الله تعالى وأنت وحدك، إياك أن تترك العمل الجماعي، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود من ذكر موسى عليه السلام؟ الوقوف في وجه الطغيان وقول كلمة الحق، هذا أعظم الجهاد أن تقولها في وجه سلطان جائر. نعم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. نفس كلام آدم عليه السلام، قالوا بابن الصالح والنبي الصالح. نعم. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها. نبقها، سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة جعلها الله جل جلاله في ختام السماوات العلى.
جذورها في تحت السماء السابعة وأوراقها وجذعها فوق السماوات السبع. وقالوا أن الأوراق التي فيها حجمها كآذان الفيلة، يعني من أكبر أحجام الأوراق، وفاكهتها وما فيها من ثمار كالقدور الكبيرة مثل البرميل الكبير فيها من ثمار. نعم. فإذا نبقها مثل قلال هجر. القلال يعني جمع قلة، والقلة يعني فينا نقول مثل الوعاء الآن. نعم. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قيل هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، فنهران في الجنة، وأما الظاهران والفرات. فالنيل والفرات، عفوا يا صاحبي، فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي. البيت المعمور هو البيت الذي هو فوق الكعبة مباشرة في السماوات السبع، وهذا البيت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم 70,000 كل يوم يفوت، كم يوم مر على الدنيا. في ذلك الدنيا فيها الكعبة، فوق الكعبة مباشرة البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يسبحون يطوفون يسجدون لله جل جلاله. نعم. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال كل العبادات أيها الحبة في الله فرضت في الدنيا، كل العبادات بلا استثناء إلا عبادة واحدة هي الصلاة. وعندما فرضت الصلاة لم يكن مع نبينا صلى الله عليه وسلم أحد من المخلوقات حتى جبريل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يستطع جبريل أن يتقدم، فقال تقدم يا جبريل. قال لو تقدمت لاحترقت، خلاص ما عادش أقدر أكمل أنا، هذا المكان بوصلك عليه وأنت تقدم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم ربه جل جلاله، وأمره ربنا تعالى بفرض الصلاة، وكانت 50، ثم نزل ثم عرج ثم نزل ثم عرج حتى صارت 5 بأجر 50. لما يا ربي اخترت الصلاة أن تكون في السماوات؟ قال لعظم قدرها. نعم. فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. فقال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجع إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أي أن هذا مناد من عند الله جل جلاله، فلذلك هنيئا لكم تصلون 5 صلوات بأجر 50 صلاة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحفظ صلاته ويحافظ عليها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. ما معنى المسرى؟ المسرى هو السير ليلا. عندما نقول الإسراء يعني مسرى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس. نعم. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأهم. يعني كأن أهل مكة كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا كنت فعلا أنت كما تقول، نحن تجار والتجار بروحوا كتير على الشام ويرجعوا، هات لشوفوا صف لنا شو شفت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المسجد الأقصى لم يركز بكل ما فيه، قال فاغتممت، يعني كيف يدلون هذا بتروح مكذب. قال فصور الله له المسجد الأقصى أمامه كأنه يراه بأم عينه.
ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه. يعني كان موسى عليه السلام رجل طويل ضخم أسمر جعد، شعره مجعد كأنه من رجال شنوءة، من رجال الصحراء. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. عروة أحد الصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام شكل عيسى كشكل عروة بن مسعود. نعم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ويشبه أباه إبراهيم عليه السلام. نعم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا ملك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل، لما لا يضحك مالك خازن النار؟ فقال: يا رسول الله، لم يضحك لأحد، ولو ضحك لأحد لضحك لك. اللهم لا ترنا مالك، نؤمن به ولا نرى. باب بدء الهجرة إلى المدينة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهما. لاحظوا، عمار وبلال ومصعب وابن أم مكتوم، هول مين؟ شو المشترك فيهم الأربعة؟ هل كانوا عبيد؟ لا مش عبيد. هؤلاء الأربعة كانوا من أوائل من دخل في الإسلام، ومن أكثر من تأذى وتعذب في الإسلام. فعندما أذن الله للنبي بالهجرة أذن لهم، هم أول الناس حتى يستريحوا. نعم. وفي رواية قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول قدم. الإماء جمع الأمة الجارية. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. لا، وهما يدينان الدين. السؤال أن عائشة رضي الله تعالى عنها، هل كان أبوها اللي هو مين؟ أبو بكر، وأمها رضي الله عنهما كانا في الإسلام من أول ولادتهما؟ لا، أبو بكر عمره كعمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو من أوائل من أسلم، لكنه لم يكن مسلما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي. هذا دليل الصحبة الحقيقية. الصاحب الحقيقي هو من يسأل عن صاحبه في كل يوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن صاحبه في الصباح وفي المساء. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ القارة هي قرية خارج مكة. فأبو بكر خرج فالتقى فيه هذا الرجل، فقال: أين تريد؟ وين رايح أبو بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. الله أكبر. يعني يا إخواني، موضوع الإخراج من القرى والمدن
أسأل الله أن يثبت أهل رفح وأهل غزة. لكن احتمالية إخراج الكفار من ديارهم موجودة ولا مش موجودة؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. تتركوا المقاومة، تتركوا الجهاد، تنضموا لنا، فنحن ما نخرجكم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ما تسمعوا منهم، لو هجروكم، لو هجرتم، لو أخرجتم لا بأس. نعم. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم. الصفات اللي بتحبب الناس فيك ولو كانوا غير مسلمين. قال إنك تكسب المعدوم، شو يعني تكسب المعدوم؟ تعطي، تصل الرحم معروفة. نعم. وتحمل الكل، يعني الإنسان المتعب تحمله هي تعينه. نعم. وتقري الضيف، تقري الضيف يعني تضيف الضيف، تكرم الضيف. وتعين. نعم. على نوائب الحق، فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل. شو يعني فأنا لك جار؟ أي أجيرك، يعني يدخل إلى أهل مكة فيقول لهم أنا منكم، لكن أبو بكر بحفظي وحمايتي لا يستطيع أحد أن يقترب منه، فأنا أجيرك، فمن آذاك فقد آذاني. نعم. وكان هذا موجود عند العرب. فرجع وارتحل معه ابن دغنة. ابن الدغنة. نعم. نعم. فطاف ابن الدغنة. صح. نعم. يعني ممكن تكون هذه الرواية اسم هذا. فطاف ابن دغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. مثله يعني لا يمكن أن تخرج أبو بكر. طبعا أبو بكر يا إخواني صحيح أسلم، لكنه محبوب، محبوب عند كل أهل مكة. نعم. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني وافقوا معه وأخذوا بجواره، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به. فإذا إيش مشكلة المشركين؟ مشكلتهم مش انك تسلم، مشكلتهم ما تدعي لاسلامك. لان ابا بكر كان رجلا كما قالت بنته ايش؟ رقيقا، اسيفا، بكاء، صاحب صوت جميل. والقران بطبعه اصلا القران ياسر القلوب. فكان ابو بكر عنده فسحه خارج البيت يقف يصلي فيها، فكان نساء المشركين واولاد المشركين يسمعون منه القران فيسلمون. قالوا: نحن نقبل بجوارك يا ابن الدغنة، لكن بشرط لا يخرج ويقرأ القرآن علينا. إيش قال ربنا تعالى؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقول له: أنا كل عمري بصلي وبصوم بقرأ القرآن بالبيت لحالي. بقول له: أوه خليك، هذا اللي بدي أنا. أنا ما بدي، أنت ما بتضرني، أنا بضرني الشغال، أنا بضرني الداعي إلى الله، أنا بضرني اللي بيحمل دينه وبيمشي فيه بين الناس، هذا اللي نرضى به. نعم. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر فبذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. لكن هذا لا، يعني لا يستطيعه المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي بتحبسه بالبيت شهر شهرين ثلاثة ممكن، بعدين بقول لك مختنات. أنا إذا ما خرجت إلى الناس، دعوت الناس إلى الله وتكلمت مع الناس عن الله لا أستطيع. وهذا ما حصل مع أبو بكر رضي الله عنه. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك. قالوا له: خلاص نحن بدنا نعتذر منك، أنت زلمة طلبت منا ما نقرب عليه، فنحن وافقنا، بس هذا الرجل طلع لبرا ونسواننا أولادنا قاعدين كل يوم يسمعوا القرآن منه. إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره ففعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك. يعني أنه نحن مش هننقض العهد بيننا وبينك، فخليهم يطلعوا حد الناس يقول: يا جماعة الخير أنا
بالنسبة لي بريء من جوار ابن الدغنة، خلاص أنا بحاله وبحالي. ولسنا مقرين لأبي بكر استعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال يعني كانت عند العرب هذه كبيرة، إذا الإنسان حط فلان بجواره زي بالعمية ضرب على صدره فلان عندي وبعدين رجع حدا أذاه، فهي عندهم كتير كبيرة. فقال له: يا أبو بكر، يا أما تسمع الكلام بتضلك ببيتك، يا أما إذا مصر تطلع عند الناس بتقولون أنا براء من ابن الدغنة. نعم. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. يا سلام. في شدة الأزمات التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بماذا يبشر؟ بالمدينة. قال: إني أريت دار هجرتكم، أراني الله جل جلاله المدينة، وهي الدار التي سنهاجر إليها، وهي تكون بين لابتين، يعني بين جبلين. قلنا أن المدينة بين جبلين، تمام؟ جبل أحد وجبل آخر، وبينهما المدينة. من الشمال مكان حفر الخندق، ومن الجنوب مكان تعسكر اليهود قبل خروجهم وإجلائهم المدينة، وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة. مش قبل المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة. قبل المدينة. ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. الله أكبر. شو يعني؟ يبدو هاجر. شو يعني لا قال له على رسلك؟ صاحب الطريق. شو؟ صاحب الطريق. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمهلك. شو الموضوع يا رسول الله؟ قال: عسى أن يؤذن لي. شو بدك يعني يؤذن لك؟ أبو بكر بروح معك أنا، يريد الصحبة. نعم. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده وورق السمر، وهو الخبط، 4 أشهر. يعني صار يجهز الناقة اللي عنده ناقتين، وصار يطعمين ويعلفون حتى يقدر يكملوا مع الطريق هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. أحيانا إخواننا الصادقون المجاهدون في سبيل الله جل جلاله، المصلون الصائمون، أحيانا يضطروا للتحرك في الأنفاق والتحرك في البيوت من بيت إلى بيت ملثمين. فقد يسأل واحد منا نفسه سؤالا: هل هم مضطرون لهذا؟ يا ربي، طب أنت لست معهم؟ هؤلاء مؤمنون. فعندها عندما نقرأ السيرة نعلم أيها الأحبة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في فترة الدعوة السرية متلثما، وجاء بيت أبي بكر متلثما ثم خرج معه في رحلة الهجرة. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال الصحبة يعني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. هذا يعني هذا طبع المسلم عفيف، من جاءه ليعطيه مال يتعفف لا يرضى. أبو بكر مجهز راحلتين صلى 4 شهور بطعميهم، فقال: يا رسول الله خلاص الدب لك جاهزي. قال: لا، بالثمن، ما بيأخذ بدون ثمن. قال: لا، هدي لك. قال: بالثمن، لا أرضى إلا أن أدفع لك ثمنها. نعم. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز،
وصنعنا لهما سفرة في جراب. سفرة هي المائدة اللي بيحط عليها الطعام، حطيناها في جراب، في جراب الإبل. سفرة في جراب، فقطعت أسماء فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه ثلاث ليال. كمن يعني ناما، باتا يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب. شوف العائلة المباركة، أبو بكر رضي الله عنه شغال مع النبي عليه السلام، وأسماء بنته، وعبد الله ابنه، وأخته أسماء عائشة رضي الله عنها. نعم. ثقف لقن فيدلج من عندها بسحر، يعني فينا نقول نحن اليوم بالعمية فتح كان ابنه. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه. يحفظ الأخبار ويبعث عند النبي عليه الصلاة والسلام مخابرات نبوية. نعم. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليها حين تذهب ساعة. فيريحها للغنم، يعني عليهما، على أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضي فيهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد عدي هاديا. بني عدي هاديا خريتا، يعني فينا نقول هو مرشد بالطريق، بيعرف الطرقات. والخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص نوائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلقا معهما عمر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. هذا يعني باختصار الحبة في الله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المباركة إلى المدينة المباركة بإذن الله عز وجل. بقي عندنا شيء بسيط حتى نكمل هذا الباب، لذلك نتمنى إن شاء الله تعالى أن نسمع الأذان ثم نكمل هذا الحديث ونقف عنده إن شاء الله عز وجل. عن سراقة بن جعشم قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما. سبحان الله، عندما سمعنا من فترة أن اليهود عليهم لعائن الله تترى تجعل دية لمن يسلم أحد المجاهدين، بعض أسماء المجاهدين، تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضعوا فيه دية، فمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 ناقة. 100 ناقة، 100 ناقة يعني اليوم 100 سيارة موديل السنة، موديل العام. نعم. لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، يعني عائلته لسراقة، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها. سيدنا سراقة شاف رجل عم بحدث أهل مكة، عم بقول لهم أنا شفت ناس من بعد بسواد، أظنهم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه. طبعا كان بهذه الأثناء سيدنا سراقة قد ذهب إليهم وحاول أخذهم ولم يستطع، حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وغاصت أقدام الإبل في التراب حتى وعده النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ سواري كسرى. فعاد سراقة، وعندما سمع الرجل خاف فخذل عنه الناس، قال: لا لا، هذا ليس محمد، أنت رأيت فلان وفلان.
أراها محمدا وأصحابه، قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا، انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. كأنه في عنده تلة خارج البيت ووضع الفرس خلفها. فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه بالأرض. دليل على سرعة السفر إليهما. وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنارة. طبعا وصلت إليهما يعني لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعثر عن فرسه ووقع عنها. فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، السهام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا. كانوا في السابق يستعملون هذه الوسيلة حتى يأخذوا القرار. الله جل جلاله ذكر ذلك في القرآن، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق في سورة المائدة. فالأزلام مثل نوع من يعني التطير والتشاؤم، فكأنه كان محتارا وقعت عن الفرس، فماذا أفعل؟ أضرهم أم لا؟ نعم. فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. طبعا أبو بكر رضي الله عنه من شدة خوفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة يمشي في الأمام، كان أبو بكر عنده حس أمني عالي، مرة في الأمام مرة في الخلف مرة على اليمين مرة على الشمال. نعم. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا ركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها. أيوة، ما عشان تطلع من أرض الفرس. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. يعني كأن الله جل جلاله أراه آية من الآيات، دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. وكان العرب يعرفون أن غيرهم من الصادقين. قال فناديتهم بالأمان، هم خلص أنا أمنتكم، ويعرفون أنهم لا يغدر بهم، فمن شيم العرب في الجاهلية عدم الغدر. نعم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني. ما حدا يعني ما ردوني ولا سألوا مني. فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قالت أخف عنا. بس أنت أخفي عنا، يعني أخفي عنا العيون، خذل عنا الناس. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل طبعا هذا الكتاب هو الذي فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بسيوري كسرى. نعم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكاسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. وهي المكان تعتبر خارج المدينة يستقبل فيه أهل المدينة الضيوف، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهودا على أطم من أطامهم، جبل من جبالهم يعني، أو حصن من حصونهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يلبس البياض
مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وبنى هنالك مسجدا. وما هو المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قباء. فمسجد قباء بناه قبل المسجد النبوي. نعم. فقام أبو بكر الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. يعني في ناس من الأنصار بايعوا على الإسلام لكنهم ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا فيه. فالآن وصل النبي إلى المدينة، فخرج أهل الأنصار يسلمون على رسول الله وعلى بكر، فصاروا يسلمون على أبي بكر ظنا منهم أنه رسول الله. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر يغطي النبي عليه الصلاة والسلام، ساعتها عرفوا أنه هذا مش رسول الله، هذا أبو بكر والذي معه رسول الله. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه. الذي أسس على التقوى، وهذا في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. نعم. فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الآن وصلنا للمسجد الثاني، تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى بيت أبي أيوب. نعم. وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد. لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أحد شيئا بغير مقابل، فصار يساومهما على الأرض التي لهما مقابل المال. ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. وصلت الراحلة إلى بيت أبي أيوب الأنصاري وحطت هناك، وهنيئا لك يا أبا أيوب أن كان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندك في البيت. هذا إن شاء الله تعالى نبينه بالتفصيل في المجلس ما قبل الأخير من ختام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. فكونوا معنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.